السلام عليكم، بون ويكاند لكل شيء. بغيت غير نقول لكم بانه كيف ما كتشوفوا يعني لو كونتوني، يعني بيني وبينكم المعلومات القانونيه ما كنحاولش انني نكثر عليكم الهضره ولا ندير شي مقدمه ولا نبقى نهضر بزاف. يعني كندخل ديريكت في المعلومه اولا كندخل ديريكت في المشكل ونبغي نعطيك الحل القانوني. ولكن كاين شي مواضيع صراحه كيطلبوا انك ضروري تهضر شي مقدمه، شي حاجه تشرح شويه الموضوع، بحال هذا الموضوع اللي كنت انونسيت لكم ديال الكوتشينغ، او لا كيفاش تكون كوتش، او ليلى نصب عليك شي كوتش او شي حاجه. بغيت غير نقول لكم باللي راه المايند سيت في المغرب غدا وكتطور، يعني كيبانوا شي حوايج ما عمرهم ما كانوا، بحال هذه القضيه ديال الكوتش ا ديستونس، يعني هو في مدينه وانت في مدينه وكيسويفي معاك لي روبا ديالك، كيسويفي معاك لونطريمون ديالك وكيقول لك شنو كاين. دونك هذه واحد الحاجه جديده، واش غير حيتاش حاجه جديده ما كيقول فيها القانون والو، ولا شنو كيقول فيها القانون؟ خاصكم تعرفوا بانه الكوتشينغ راه ماشي شي حاجه اللي ما عمرها ما كانت في القانون، كانت في القانون ولكن ما عمرها ما كانت كتطبق بواحد الشكل كيف ما ولات دابا. دونك خاصهم يعرفوا الدراري بانه تقدر تطيح في دي كوتش ينصبوا عليك، تقدر تطيح في شي في دي كوتش اللي ماشي كومبيتون، واحد طلع فهمتي عنده فورما وبدا تيسويفي في الناس وهو ما عنده حتى شي رخصه، ما عنده حتى شي بطاقه، ما عنده حتى شي اتيستاسيون مثلا من الجامعه ولا شي حاجه. دونك هذا الموضوع هذا راه مهم بزاف، فيه بزاف ديال لي ديتاي. دونك داكشي علاش غير بغيت نقول لكم بانه ماشي حيتاش هذه القضيه يلاه ولات ديال انه يسويفي معاك كوتش ا ديستونس ولا شي حاجه انه راه ما كيهضرش على القانون، راه ديجا منظمه في القانون، ولكن غير الدراري حيتاش ما كيبغيوش يوضعوا راسهم في واحد لو كادغ جوريديك صافي كيخدموا في النوار كيف ما كنقولوا، كيدخلوا الفلوس. ومهم دونك نهار اثنين ان شاء الله غادي نهضروا على هذا الموضوع، غادي نفصلوا فيه مزيان وغنفصلوا في المشاكل اللي فيه وغنفصلوا فريمون كيفاش تكون كوتش وما تلقاش مشاكل في القانون. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم، بون ويكاند، ضحكوا تشطوا والله يعاونكم. وغير باش نموتيفي الدراري اللي كيديروا الكوتشينغ ولا فهمتي باغيين يدخلوا لهاد الدومين، هذا راه بحال اللي قلتي مهنه حره، فهمتي ليبر، بحال طبيب مهنة حرة، محامي مهنة حرة، موثق مهنة حرة، تقدر حتى تكون كوتش مهنة حرة، كتخدم الكوتشينغ بيرسونيل ديالك مع الناس، تقدر تاخذ دي كريدي بونكير، تقدر تاخذ الفيزا تمشي لبرا، تقدر تاخذ مجموعة من الحوايج إلا كنتي خدام ليغال. فالله يخليكم، يعني ماشي أي حاجة كنقول كيف ما كنقولوا حنا فيها الغفلة انت تمشي تبقى خدام نوار وداكشي، لا ديما شوف دي لوان، فهمتي ديما شوف ديك الشوفه اللي من بعيد، انك باغي دير اسره وتكون عائله من هاد لاكتيفيتي اللي كدير، وحتى شي اكتيفيتي في المغرب ما كتحقر بهذا المفهوم هذا. دونك هادشي اللي كاين، ما بغيتش نقوي عليكم قوه الهضره وهادشي، تبارك الله عليكم، وهادشي اللي كاين. السلام عليكم، كنتمنى اموركم تكون كامله بخير وعلى خير، بدايه اسبوع موفق للجميع. ديجا كنت انونسيت لكم انني غادي نهضر على واحد الموضوع اللي هو مهم، ومهم بالنسبه للكوتش وبالنسبه للدراري اللي كيترينيو في لاصال وبغاو يخدموا مع لي كوتش. خاصهم يعرفوا مجموعه من المعلومات القانونيه، لان اي حاجه منظمه في القانون والقانون مازال حتى شي حاجه. دونك نشوفوا لا كيسيون ومن بعد نشوفوا لانفورماسيون اللي ضروري ضروري خاص لي كوتش يكونوا عارفينها. قبل ما ندخلوا لهذا الموضوع هذا، اولا شكرا لاي واحد متبع شي رياضه وغادي فيها مزيان ومسويفي الدراري، يعني بالكوتشينغ بتوسكي متعلق بلي بلا كيفاش تريني والامور كامله اللي متعلقه بالرياضه. دونك واحد شكرا كبير لكم، لانه صافي بليزير انكم تقدموا هذا السيرفيس، وصافي بليزير انه يكون عندنا في الويب المغربي بحال هاد الناس هادو. ولكن الناس اللي باغيين يديروا الكوتشينغ اونلاين او اللي باغي يكون كوتش خصو يعرف مجموعه من المعلومات القانونيه او لا شنو تيقول القانون في الكوتش. ملي كنبغيو نعرفوا بحال هاد المعلومات اوتوماتيكمون كنمشيو لواحد القانون اللي كينظم لينا التربيه البدنيه والرياضه، واللي هو القانون 30-09. هاد القانون هذا الا بغيتي مثلا دير شي لاصال او لا دير شي شركه رياضيه، ولا بغيتي تكون كوتش ولا حكم ولا شي حاجه، كنرجعوا لهاد القانون هذا اللي كينظم لينا هاد المهن هادو كاملين وهاد الامور كامله. ولكن انت ككوتش او لا كدير الكوتشينغ اونلاين او لا متبع الدراري وكيخلصوك بطبيعه الحال، خاصك تعرف او لا ترد بالك مزيان لهاد المعلومات القانونيه اللي غادي تسمع. اوتوماتيكمون كنمشيو للماده 63 من القانون المتعلق بالتربيه البدنيه، ولا القانون 30-09 بلا ما نكثروا الهضره. هاد الماده 63 كتقول لك ممنوع ان اي واحد ما عندوش اتيستاسيون، ان اي واحد ما عندوش ديبلوم، ان اي واحد ما عندوش يعني رخصه او لا شهاده مهنيه من طرف الجامعه ديال ديك الرياضه اللي كي كوتشينغ فيها انه يكون مدرب. دونك هذيك الحاجه اللي سميتها الكوتشينغ اونلاين وانت ما عندك حتى شي اتيستاسيون راه ممنوعه قانونيا،
ونأكد لك أن فيها الحبس. علاش بالضبط القانون ديال التربية البدنية كيقول لنا هذه القضية بأنه فيها الحبس؟ لأنه كتسمى انتحال صفة. المادة 102 من القانون ديال 30.09 ديال التربية البدنية كيقول بأن أي واحد ما عندوش ترخيص، ما عندوش وثائق قانونية على أنه مدرب وكيكوتشينغ الناس وكياخذ من عندهم الفلوس، كيكون طبقا للقانون مرتكب جريمة ديال انتحال الصفة، وهذه الجريمة هذه كيعاقب عليها القانون الجنائي في المادة 381. العقوبة ديالها من 3 شهور حتى لسنتين ديال الحبس وغرامة، أو لا غرامة من 200 حتى ل 5000 درهم. دونك الناس اللي كيديروا الكوتشين اونلاين خاصهم يعرفوا بان هذه القضيه ديال ممنوعه في القانون. الا بغيتي تكون كوتش وتكون امور ديالك اون ريغول بطبيعه الحال، يكون عندك حتى الوثائق القانونيه ديال الا طلبتي شي ثمن جمعك، لانك تبارك الله غادي تكون كوتش بصفه قانونيه. دونك الدراري اللي كيديروا الكوتشين اونلاين يحذوا راسهم، راه هذا الامر خطير جدا. دابا السؤال اللي غيطرحوه بزاف ديال الدراري اللي مهتمين بالكوتشينغ وباغين يكونوا دي كوتش ولكن بصفه قانونيه، اقول لك شنو هما الوثائق اللي غيخصوني انا باش نقاد الوضعيه ديالي. اول حاجه كنرجعوا لواحد القانون اللي تابع للقانون 30.09 اللي قلت لكم، وهو واحد القانون التطبيقي كيبين لنا كيفاش نكون انا كوتش. اولا خصني نكون يا اما حاصل على واحد الدبلوم من عند المعهد الملكي ديال الشبيبه والرياضه، او المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبه والرياضه، يعني تاخذ واحد لاتيستاسيون اللي هي ديال الدوله، اي انك تكون مدرب معترف به من طرف الدوله. والحاجه الثانيه هي انك تكون استاذ ديال الرياضه، فالاساتذه ديال الرياضه هما قانونيا عندهم الحق انهم يكونوا مدربين، او لا تكون جايب واحد الدبلوم من برا ودير ليه المعادله او دير ليه ليكيفالونس هنايا في المغرب، او لا تو سامبلومون تكون واخد واحد الشهاده ديال التاهيل المهني من عند الجامعه ديال الرياضه اللي انت متبعها. هادو هما الوثائق القانونيه اللي غيخصوك باش انك تكون مدرب بصفه قانونيه. وكيف ما قلت لكم فرا القانون كيمنع هاد القضيه ديال الكوتشينغ اونلاين وانت ماشي مدرب، اي ممكن دير الكوتشينغ اونلاين الا كنتي ضابط الامور ديالك. وكون متاكد بانه بالنسبه للدراري مثلا اللي متبعين مع دي كوتش، بحاله مثلا ما كانش ريزولطا، او لا بحاله مثلا ضحك عليك او لا نصب عليك، عندك الحق انك تمشي عند وكيل الملك ودير شكايه بطبيعه الحال. ووكلاء الملك راه نقدر نقول لكم بانه خداو التعليمات من طرف الوزاره بانهم ما يتساهلوش مع اي شكايه جاتهم ضد شي مدرب او لا شي واحد من تحت الصفه ديال المدرب. هادو هما المعلومات القانونيه اللي كاينين، مابغيتش نطول عليكم بزاف. فلي كوتش يحذيو راسهم، وحتى الدراري اللي مثلا متبعين مع دي كوتش يعرفوا بان القانون راه كيحميهم، وخصك تعرف غير مع من تخدم. وهادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم والله يعاونكم. غير كتوضيح نسيتو، هو انا ماشي ضد الكوتشينغ اونلاين، وماشي ضد اي كوتش كيخدم مع شي دراري، وماشي ضد اي واحد باغي يدير الكوتشينغ في انستغرام او لا مثلا. غير فقط كتوضيح هادشي راه غير من باب رد بالك، ما بغيناكش تطريط او ما بغيناكش توقع لك شي حاجه، انت غادي في واحد الباركور ولا عندك باركور مزيان، ما بغيناش في الاخر توقع لك شي متابعه قضائيه ولا شي حاجه بحال هكا. دونك علاش بارطاجيت هاد لافورماسيون؟ غير من باب رد بالك هادشي اللي كاين، لانه وكلاء الملك راه واخدين هاد التعليمات هادو ديال المدربين اللي منتحلين هاد الصفه هادي. دونك هادشي اللي كاين، ما طبيعه الحال انا كنستافدوا منكم وكنشكروا اي واحد يعني ما كيبخلش علينا بالنصائح الرياضيه ديالو وهادشي اللي كاين. فما بغيتش انا الدراري اللي مثلا داير الكوتشينغ انهم يتقلقوا عليا ولا شي حاجه. دونك ردوا بالكم، ردوا بالكم، ردوا بالكم، ما كنبغيوش الناس يوقعوا في المشاكل اللي بحال هادو. هادشي اللي كاين، وتبارك الله عليكم.